اهلا يا باشا. اهلا يا سليمان بيه. ازيك يا بديع فندي؟ الله يسلمك يا سليمان بيه. هو سعاده الباشا لسه ما جاش ولا ايه؟ انا في انتظاره. انا جيت من العزبه من شويه ولما سالت قالوا ان الباشا في الوزاره. واخبار العزبه ايه؟ عاد دي ارض الباشا احسن ارض في الناحيه كلها ويمكن في مركز من القمح كلاته. الباشا كله خير وبركه. وانا مش هستاهل برضو يكون لي من الخير ده جانب؟ مش عداله ان الباشا يستولى على ارض ابويا كلها ويفوت لنا 20 فدان وبعدين اضطر ابيع نصهم عشان ادرس واتعلم في اوروبا واليق بالست هانم؟ انا بعت 10 عشان ارجع 200 وفوقيهم ارض الباشا كلها، مش عشان وصف ياكلها عالجاهز. وانت مش ناوي تشرف العزبه يا سليمان بيه؟ اكيد يا عبدي يا فني. انا مش هنزل العزبه اطل على 10 فدادين بتوعنا وبس، لا، انا مش نازل الا وانا بشرف على ارض الباشا كلها. اتفضل يا سعاده الباشا. اهلا سعاده الباشا. اهلا يا باشا. ازيك يا عبدي يا فندي؟ الله يخليك يا باشا. ازيك يا سليمان؟ الله يخليك يا عم. ها ايه الاخبار؟ الحمد لله، عال بفضل الله وسعادتك. الحمد لله. القطن اخباره ايه؟ الفدان عمل السنه دي يا باشا 5 قناطير. ايه ده؟ 5 بس؟ ادي. طب والقمح؟ القمح يا باشا فيه الفدان اللي عمل 5 قراديب وفيه اللي عمل 6. ايه يا راجل انت؟ في اوروبا الفدان بيعملوا على الاقل 10 12 ارداب. ايه؟ في اوروبا؟ يا به احنا في افريقيا. ده كده نعمه، ده يعتبر احسن محصول في بلدنا. اصل سليمان يا عم عبديع راجع من اوروبا بافكار جديده قوي، لو نفذها على ارضه ال10 فدادين هيعملوا انتاج 30 فدان. مش لو فضلوا 10 يا سعاده الباشا. تفضل يا باشا. الإيراد مش برضو واجب تعدهم يا باشا؟ ايه انا هعد بعدك برضو. ربنا يزيدك من نعيمه ويكرمك ويطول في عمرك. ما قلتليش كنت عايزني في ايه؟ انا يا باشا في الحقيقه يعني كنت عايز سعادتك في يعني طب لو سمحت يا سليمان سيبنا شويه. ايه حاضر، تحت امرك عمي. عن اذن سعادتك. تعالي بسرعة. تعالي هنا. ايه ايه سميحة في ايه؟ سليمان شافكم. شافها؟ ايوه شافها. جه امتى؟ جه ازاي؟ معرفش. المهم انه دخل عصبي جدا، شافه موديدة قدامه، شتمها وقالها خشي شوفي شغلك. وهو ده بقى اللي شغلك؟ يسلم، هو ده اللي شغلني؟ يا انسة ده انا من الصبح على اعصابي. طب لعلمك بقى احسن انه شافني. ها خليه يعرف ان في حد غيره. وعلى العموم غيره ده مش غريب. ما هو اذا كان على قد كده كان مفيش مشكله، انما الكارثه انه دخل الباشا وكان عصبي جدا. عصبي؟ معلش كان عصبي، لكن اكيد بعد دقيقه واحده هدي ورق قوي. لا معلش بقى افهمها دي. بص يا ستي انا هفهمك، هو كان عصبي ويمكن كمان فكر يقول للباشا، لكن رجع بعد لحظه واحده فكر تاني كويس وغير رايه، لانه مش ممكن يقول للباشا كلام زي ده وهو ناوي يخطبني. فهمتي؟ ها يا بنت الايه؟ لا مزح طبعا، بس المصيبه بقى. مصيبه ايه؟ المصيبه انه يكون شاف وصفي
اصل انا سبت وصفي واقف في الجنينه تحت، كان عايز يدخل يكلم بابا. لا تعالي نشوف حصل ايه. يلا. ما تتكلم يا سليمان، عايز تقول ايه؟ الكلام اللي عندي حوله مره واحده قدام الباشا وصفي. مش معقول، انا عمري ما شفت سليمان بيتعامل مع وصفي بالشكل ده. اللي مش معقول ان سليمان ينهزم ويسلم بهزيمتين بالسهوله دي. هو ايه اللي ينهزم وينتصر؟ هي ساحه قتال فيها منهزمين ومنتصرين. احنا الاول نشوف ايه هي المعركه اللي بقى فيها سليمان بطل. انا فعلا فعلا بستغرب جدا على موقف سليمان. لا بقى، اللي انا بستغرب له فعلا موقف وصفي. وصفي المفروض كان يوقف سليمان عند حده، مش سليمان بس، لا سليمان وغيره. سليمان انت عايز تقول ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف انت خايف من حاجه؟ عملت حاجه غلط ومخوفاك يعني؟ لا ابدا، انا هخاف من ايه؟ اصل واضح انك خايف تدخل معايا للباشا دلوقتي. انت عارف كويس انا بزور الباشا في الوقت اللي انا عاوزه. طب اتفضل معايا. انا اصلي اتعلمت في اوروبا حاجه مهمه جدا، ان اقول الكلام مره واحده، فاللي حوله للباشا انت هتسمعه. اتفضل. ايوه بس الكلام ده يخصني؟ لا ده يخص الباشا شخصيا. يعني ايه بقى؟ يعني ادهم باشا ده عمي، مش هسمح لبني ادم في الدنيا يمس شرفه بكلمه او بتصرف. يا سلام، بقى سليمان اللي بيقول الكلام ده؟ ايوه انا اللي بقول الكلام ده. ايه العجيب والغريب في كده يعني؟ لا ابدا لا غريب ولا حاجه، بالعكس ده شيء يسعدني ويسعد الباشا قوي. شكرا. بس احب احذرك، لازم تنقي الوقت المناسب. الباشا انسان مريض، ممكن كلامك يتعب اعصابه. اعتقد ان انا عارف حالته الصحيه زيك بالظبط، لان علاقتي بيه زي علاقتك بيه بالظبط، الا اذا كنت بتيجي هنا لغرض تاني وده اللي مخوفك. انت عارف كويس علاقتي بالباشا، طول ما انت غايب بره اليوم اللي ما كنتش تزوره فيه كان بيعاتبني بشده. افهم من كده انك كنت دايما عند حسن ظنه؟ الله. طب ايه رايك بقى، انا شايف ان وجودك هنا خطا من اصله. سليمان انا بحذرك، الباشا ما بيحبش اللف والدوران وما يحبش حد يستغل حد، اظن انت فاهمني كويس. انا الشيء الوحيد اللي انا فاهمه ازاي اوصل للباشا، ازاي افهمه حياه البني ادم اللي افتح له بيته وقلبه واعتبره زي ابنه، بني ادم المخادع الغشاش اللي عايشه على كلام عايم في مركب، مركب كله خداع، المقداف كله زيف، البني ادم اللي بيقدف دايما في الضلمه لانه ما يقدرش يخرج للنور. البني ادم ده الباشا لازم يعرف حقيقته ويحطه في حجمه. الله يجازيك يا احمد يا افندم. وزي ما سعادتك عارف يا باشا، العيال عزوه، وانا نفسي صبي ولد يعني. طب واللي فاتوا؟ واحده ما بتخلفش، والتانيه جابت بنت وقطعت الخلف، وحتى البنت الله يرحمها ويحسن اليها. طب والاخرانيه؟ كيداهم؟ دي كانت كيداهم. دلوقتي كيداناني العضبة كبيرة يا باشا، إنما البت نفوسي صغيرة وبربري، أول ما تكمل الستاشر سنة أنا هتجوزي، ده بعد إذن سعادتك. خلاص يا عبد يا فندي، شوف أنت عايز إيه وأنا ماليش بركة إلا أنت. ربنا يخليك لنا يا باشا. أحب على إيه، ربنا يطول لنا في عمرك. شكرا يا إبراهيم. أفندم يا سعادة الباشا. قول للأستاذ سليمان يتفضل. حاضر يا فندم. سليمان مفيش داعي تعمل ناصح، لأن اللي هنا كلهم عارفين إنك أنت ناصح زيادة عن اللزوم. والله ما أكون ناصح أحسن ما أكون خاين، وأنا بفضل إنك تشيل القناع اللي أنت طول عمرك مستخبي وراه ده. أنا أشيل القناع؟ أمال أنت تبقى إيه؟ لا أنا اللي عايزه طلبته شرعي وفي عز النهار. وبعدين بقول لك إيه، علشان حرمة البيت ده أنا مش هتكلم معاك على المكشوف قوي. يا قد كده أنت شايل مني؟ قصدك قد كده انا كشفك. يا سلام، انت اللي كشفني ولا انا اللي كشفك؟ بقولك ايه، الباشا لو كان عاوزك كان وفر عليك مشوار طويل، لكنه في النهايه عامل لك الف حساب لانه بيعتبرك زي ابنه. اتفضلوا يا فندم، معالي الباشا في انتظاركم. اتفضل. يقول اللي يقوله، انا ووصفي عارفين بعض كويس قوي.
لكن اللي مخوفني سليمان بيفكر في ايه وناوي يعمل ايه. اللي باين في عينيه انه ناوي يضرب ضربته الاخيره، ويا صابت يا خابت. بس سليمان ده بقى مش من نوع انه يستسلم بهزيمه بالسهوله دي. يعني ايه؟ هيهد الدنيا على دماغنا؟ ما هتتهد على دماغه هو كمان. سليمان داخل معركه ما يهموش فيها غير نفسه، ولازم ينتصر ولو على حساب اي حاجه في الدنيا. معلش دلوقتي نعرف كل حاجه في وقتها، بس انا عمري ما هنسى لسليمان انه حاول يبني سعادته على حساب مستقبلي. اتفضل يا فندم. اهلا يا سليمان. اهلا يا وصفي. معلش اخرت عليكم شويه، اصل الحديث مع بديع افندي ذو شجون. ايوه ايوه الحقيقه يا سليمان في كلام عايز يقوله سعادتك، والافضل ان احنا نكون على انفراد. يا على انفراد يا سليمان؟ الموضوع اللي عايزني على انفراد ده، اللي عايز تخبيه على بديع افندي حامل اسرار كل العيله. لا وايه؟ ومربي سليمان ووصفي من وهم قد كده. بس يا سليمان من يومه وهو ما بيحبش حد. انا ياما شلته على كتفي وياما عضني في كتفي وبهدلني، وكان مزاج عنده يقرصني في قفايه او يعمله له حردواز ويكتب عليه زرعة. كان شقي قوي يا باشي. الله يسامحه بقى، كان صغنن. انا مش عايز اسيبك يا باشي، لكن عايز الحق اروح العزبه قبل الدنيا ما تضلم. استاذن. ما تنساش تبعت لنا الدعوه على الفرح. ها؟ لا فرح ايه يا باشا، ما احنا كبرنا على حكايه الافراح دي، ولو ان البت نفيسه صغار ونفسها تفرح بشبابها، لكن ايد مش طايله. فانا بقول يعني هعمله كده شبكه وكتب كتاب ودخله في ليله واحده، والسلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. مع السلامة. سلام عليكم. خير يا أولاد؟ عايزيني في إيه؟ إيه الموضوع اللي عايزني فيه يا سليمان على انفراد؟ ما تتكلم يا سليمان، الباشا عايز يسمعك. اتكلم يا سليمان. بابا سهير تعبانه قوي. تعبانه؟ ايوه يا بابا. اجيب دكتور يا باشا؟ لا لا خليك انت يا وصفي. طب اطلع انت اطلب الدكتور وانا مش هتاخر. حاضر يا بابا. اظن عرفت قد ايه مهم عندي ان اسمع انت عايز تقول لي ايه، لدرجه ان الاول مره ممكن اعرف ان بنتي تعبانه فوق ومع هذا سايبها ومستني هنا معاك عشان اعرف انت عايز تقول لي ايه. وطبعا انتوا عارفين سهير بالنسبة لي تبقى ايه. اتفضل اتكلم، عايز تقول ايه؟ انا طبعا هتكلم يا باشا، اكيد هتكلم. اتفضل يا سليمان اتكلم، قول كل اللي عندك. اتكلم يا سليمان، اظن انت مش جاي هنا عشان تفرجني على سكوتك. هو الحقيقة يا باشا وبصراحة شديدة، والله الواحد ما هو عارف يقول ايه بالظبط. ما تتكلم يا سليمان، اصل انت دلوقتي عارف ان الهانم تعبانه فوق والباشا ما عندوش وقت عشان يضيعوا معاك. سيب سليمان يتكلم على راحته يا وصفي. انا اسف يا سعاده الباشا، لكن الحقيقه سليمان عنده كلام واصر انه يقول لسعادتك. قلت سيب سليمان يتكلم على راحته يا وصفي. اسمع يا سليمان، إذا كنت ناوي تكلمني في الموضوع إياه فأحسن بلاش تكلمني فيه في وجود وصفي. مش عايز إحراج أكتر من كده. أحسن في الظروف اللي زي دي إن الإنسان يراعي شعور اللي حواليه وما يحرجهمش. إحنا بشر يا سليمان وكلنا لينا أحاسيس ومشاعر. أيوة بشر، بس الموضوع اللي كنت عايز أتكلم فيه. يبقى مش هو ده الموضوع اللي كنت عايز تكلمني فيه. طب اتكلم انت يا وصفي، انت اكيد عارف هو عايز يقول ايه وجايز يكون محرج ولا حاجه. اعفيني يا سعادة الباشا،
اصل الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لسليمان، والافضل ان هو يكلمه بنفسه. اذا اتكلم يا سليمان من فضلك. ما تتكلم. الله، انت مش جاي عشان تتكلم؟ تعال هنا. انت رايح فين ومالك خارج كده وباين عليك مكسوف من نفسك؟ ايه الموضوع اللي عايز تكلمنا فيه ده؟ ها، ايه الحكايه دي اللي مخليك تعمل كده في نفسك؟ ها، انا ما عملتش حاجه يا باشا، بالعكس انا جاي اتكلم علشان ما فيش اي حاجه تحصل بعد كده. انا جاي احذر من اللي ممكن يحصل. احذر من ايه؟ اهو احذر من اللي حذر منه يا باشا. اه اسمع يا سليمان، شوف انا بالرغم ان انا مانيش عارف انت عايز تقول لي ايه، انما اياك انك تحاول توصل اللي انت عايزه مني عن طريق الضغط عليا، او انك تحطني امام امر واقع على اعتبار انك انت ابن اخويا وانك مسؤول مني. تفضل، انا هسيبك المره دي، بس ما احبش اشوفك في الموقف الهزيل ده. تفضل. وانت يا أصفي تبقى تصفي حساباتك مع ابن عمك بره مش هنا. ايوه سعادة الباشا، ما انا كنت عاوز بقول لك تبقى تصفي حساباتك معاه بره مش هنا. الحاجات الصغيره ديت عايزين تفرجوني عليها هنا؟ لا، انا ابني اكبر من كده، انا ما بحبش الحاجات الصبيانيه ديت. تفضل الحق ابن عمك، ما بحبش اشوفك في موقف تافه زي ده تاني. أنا آسف يا سعادة الباشا. أنا اللي آسف إني شفتكم في موقف تافه زي ده. تفضل. عن إذنك سعادة الباشا. جاي جاي نامي. اقفلي بقك. ها، طلبت الدكتور يا سميحة؟ طبعا يا بابا، جاي حالا. حرارة مرتفعة جدا. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ولا حاجة يا بابا، زي ما قلت لحضرتك تعبانة وسخنة بقى زي ما انت شايف. ايه مالك يا سهير، في حاجة؟ لا مفيش حاجة ابدا يا بابا. مفيش حاجة ازاي؟ انت مش عجبان اليومين دول، انا حاسس انك مشغولة. ومش بس انت، مش بس انت اللي مشغولة او قلقانة. ليه يا بابا؟ هو حضرتك كمان في حاجة شغلك؟ اللي شغلني هو انتم، مسؤولياتكم. انت تعبانة، وصفي قلقان، سليمان كعادته تعلب متربص لفرسته لأي لحظة ضعف. هو كان عايز حاجة من حضرتك يا بابا؟ عايزني ومش عايزني. لما حس ان كشفته سكت، وفضل انه يكسب وقت عشان يفكر في لعبة تانية تكون اكثر ذكاء من اللعبة اللي كان ناوي يلعبها عليا. يعني هو ما كلمش حضرتك في اي حاجة؟ هيتكلم يقول ايه؟ هو متأكد من ان انا عارف رأيك كويس قوي. اطمني يا سهير، انا عايزك تطمني خالص يا بنتي. أنا ماليش غيركم أنتوا الاتنين. أنا يستحيل إن أنا حبيع إحساسات واحدة منكم مهما كان التمن، خصوصا مع ثعلب مكار زي سليمان. لسه تعبانة؟ لا يا بابا أنا كويس.
انا كويسه قوي الحمد لله. ادخل. دكتور وصل يا معالي الباشا. دكتور ايه بقى اللي محتاج لدكتور؟ صحيح هو انا، خليه ينتظرني في المكتب. سليمان، سليمان، لازم تعرف ان الباشا اداني واداك درس عظيم جدا. الدرس هو انه عيب ان انسان يطمع في واحده ويعمل مستحيل عشان يوصل لها وهي مش عايزاه وعاوزه حد غيره. سليمان اسمعني، انت ما بتحبش سهير ولا حاجه، انت بتشتغل لمصلحتك انت. وعيب انت وقفتني انا وانت والباشا في موقف مش ممكن هنساه. حطيتني في موقف الانسان اللي عمره ما فكر يدافع عن شكل او شرف العيله. لا ده انت دافعت على شرف العيله وحافظت عليه قوي. على كل حال مبروك عليك انك وصلت اللي انت عايزه. بس هنتقابل يا وصفي. اه طبعا طبعا يا سليمان هنتقابل. احنا مش ولاد عم ولا ايه؟ مع السلامه. كنا حبايب وعمر الدنيا ما خانتنا، والخوف قابلنا واصبح هو ثالثنا. كنا حبايب وعمر الدنيا ما خانتنا، والخوف قابلنا واصبح هو ثالثنا. وأهم الغدر لو فرقنا بين قلبينا، والحزن يعرف طريقنا ويجي ناحيتنا. رب ضرة نافعة. أخيرا وصفي حاسة إنك مسؤولة منه. مش عارفة يا سميحة، أنا مش مطمنة. بيتهيألي كده إن بابا حس بحاجة. بابا مالوش غيرنا في الدنيا يا سهير. بابا أكيد حاسس ومتأكد إنك مش عايزة غير وصفي، مش كده؟ اهدى، حطيت لي ايدك على خدك وشلت هم الدنيا على دماغك. يعني انا ما بقتش قادر ارفع عيني في عينه. وصفي كان بيعمل ايه؟ كان عارفني هسكت مش هقدر اقول. ما انت لو اتكلمت ما كنتش هتبقى لا ابني ولا اعرفك. ازاي بقى نين؟ ايه؟ ازاي ده ايه؟ كنت هتقول ايه يا فالح يا بتاع جامعات اوروبا؟ هتقول انك شفتها معاه في المركب؟ وكنت هتطلبها ازاي بعد ما تشوه سمعتها قدام عينك؟ انا هخلي الكلام ده يقربك منها. يقربني من مين بقى؟ من وصفي. هي بس اللي لازم تعرف، وبعد كده ما يهمنيش رايها اذا كانت هتعرف انك هتتجوز سهير او لا، لان هي كل همها ان ابنها وصفي ما يتجوزش سهير. فهمت؟ هفهم ايه بس يا نينا؟ قوم هات لي التليفون. تليفون؟ قوم هات التليفون لاني مش قادره اقوم اجيبه عشان افكر هقول ايه. حاضر، اللي تشوفيه بشوف اخرتها. اتفضلي. بتقولي ايه؟ كل ده حصل النهارده؟ طب هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا وصفي. شكلك بيقول انك مش راجع من الشغل. لا ابدا، بالعكس انا حتى كنت في الجورنال علشان براجع المقاله الاسبوعيه بتاعتي. بتراجعها من الصبح؟ من اول ما خرجت؟ لا مش كده بالظبط، والحقيقه انا رحت مشوار تاني. كان عندي ميعاد مع الباشا. اه، ميعاد مع غروب الشمس في فلوكه في النيل. ماما، كان شكلك يبقى ايه لو سليمان كان راح قال كل اللي حصل للباشا؟ ولا الباشا موافق؟ ايوه، سليمان يعني كان يبقى انسان عنده اخلاق لو راح قال الكلام ده؟ سليمان راجل وشاب بنت عمه مقصوفه الرقبه مع ابن عمه التاني قدام الشغالين والسفرجيه واللي يسوى واللي ما يسواش. سليمان بيحب سهير، وسهير تطيق العمى ولا تشوفوش؟ عشنا وشفنا إن البنت بقالها رأي في اللي تخرج معاه واللي ما تخرجش. يعني إيه الكلام ده؟
يعني لازم تفهم سهير ان علاقتك بيها محدوده في فلوكة على سطح النيل وبس، وتحمد ربنا ان في واحد زي سليمان لسه عايز يتجوزها. اما كون ان سليمان يرضى بقى انه يتجوزها فدي مشكلته وهو حر فيها. ماما اوعي تنسي ان سهير اللي بتتكلمي عنها دي تبقى بنت عمي، بنت عمي اللي انا بعتبره اعز واحد عندي، واللي انا متاكد ان انا اعز واحد عنده. ماما ارجوكي، ادهم باشا ما يستاهلش منك كل ده. وانا يا وصفي كنت استاهل كل الجراري منه مش كده؟ قدر يضحك على عقلك عشان ربنا حرمه من الولاد. اتمنى كل ولد زيك عشان تقدر تحافظه على ثروته وسمعه العيله، لكن زمان كان لا، كان صقر وطايح فينا شمال ويمين. الحمد لله الحمد لله ان سمعه بنته بقت على لسان كل الناس اللي كان بيترفع عنهم وكان بيكلمهم من مراخيره. يا ماما انت بتحطيني قدام امتحان صعب، صعب جدا. هو في امتحان اصعب من اللي انت بتتكلم عنه ده؟ اتفضل اتفضل يا وصفي، روح اخطب سهير. كفايه بقى مسخره وفسح على النيل. لازم الهانم تفهم ان ده عيب، وان ما يصحش ان البنات تخرج الا مع ازواجها. انا يا وصفي ما شفتش ابوك غير ليله الدخله، فاهم؟ فاهم يعني ايه؟ ماما اهدي مال. ماما انا عايز اقول لك حاجه مهمه. ما ترجونيش ما ترجونيش يا وصفي. انت خلاص هتخلص عليا الدوايل. يا ريت كان ليا ولد تاني غيرك، كنت سبتك للباشا يتمتع بيك. مالك يا ماما؟ ايه بس مالك في ايه؟ الحقني بالدواء يا وصفي. طيب طيب ما تتكلميش، الحقني يا ولد. ريحي نفسك هجيب لك الدواء حالا. ها ما تقول بقى الشاي وشربناه. طيب ممكن نشرب قهوه بعد الشاي؟ انت عايز تكسب وقت بقى، يظهر ان الموضوع مهم قوي. طب قهوتك ايه؟ ما بشربش قهوه، وبعدين خلاص صبري خلص. اصل الخبر اللي هقولهولك دلوقتي قد ما بيقربني منك قد ما بيبعدني عنك. فالزوره حلوه حقيقي يا سميحه. اسف قصدي يا سميحه هانم. باين عليك النهارده مزاجك رايق قوي. اصلي مسافر. مسافر؟ احضر الماجستير. اظن الفزوره وضحت مش كده؟ ومسافر امتى؟ ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. صدقيني قد ما السفر هيبعدني عنك قد ما الماجستير هتقربني منك، هتقرب المسافات. انت ليه دايما بتتكلم عن المسافات دي؟ ليه بتتكلم عن المسافات الفرق الشاسع اللي بيني وبينك؟ انا مش شايف المسافات دي. انا مش شايف غيرك انت يا سميحة. ليه حبيتك؟ يا ترى لو ما كنتش سامي اللي موجود قدامك دلوقت كان ممكن اجرؤ ان اقول اني بحبك؟ قد ايه انا حبيت العلم عشان قربني منك، قد ايه بحب السفر لاني هرجع بشهاده اكبر علشانك يا سميحة. ايوه بس وانت مسافر مش هشوفك. يا ترى هستناك قد ايه؟ كلها شهور يا سميحة، دي مناقشه ماجستير، بس صدقيني الشهور دي هتمر عليا كانها سنين. يا ريتنا فضلنا صغيرين. ليه؟ واحنا صغيرين واحنا بنلعب في جنينه القصر ما كنتش بتقول لي الكلام البايخ ده. كنت صغير يا سميحه، لما كبرت عرفت قد ايه انت كنت بعيد عني. بعيد عنك وانا معاك في مكتبك وفي الجامعه بعيده عنك. انا حاسس ان الباشا واقف بيني وبينك، حاسس ان القصر زي سور عالي بيني وبينك، حاسس ان في حاجات كتير قوي واقفه بيني وبينك. يا ريتنا فضلنا صغيرين. بالعكس صغيرين ما كانوش هيقدروا يعملوا اي حاجه، الكبار بس هما اللي يقدروا يشيلوا الحواجز. بمناسبه الباشا والقصر انا جاي ازوركم النهارده. صحيح؟ ايوه هقابل الباشا واقول له اني مسافر احضر ماجستير، واقول له كمان اني مش هتاخر. سميحة على فكرة وأنا تحت الفرندا هرفع عيني لفوق، يمكن مش أشوفك من ورا الشباك لكن أبقى حاسس إنك بتفكري فيا. بعد شوية هيبقى قاعد مع الباشا بيتكلم معاه. صدقيني يا سميحة
انا ووصفي هيبقى لنا كلام تاني خالص مع الباشا. انتي ووصفي؟ شفتي بقى؟ شفتي انا مأجلة كلامي مع بابا ليه؟ ليه يا سهير؟ علشان وصفي بيفهم في الكلام اكتر مني، انا من غيره بحس ان ناقصني حاجات كتير قوي، لكن وانا معاه بحس ان انا سهير اللي بتعرف حاجات كتير، بتعرف تحب وتتكلم وتفكر وتتأمل. وصفي ده امل كبير جدا. وصفي انسان رائع، مش عشان انه ابن عمي، لا علشان هو عظيم فعلا. سهير احنا بنتكلم عن سامي اللي مسافر، مش وقت وصفي. ما احنا اتكلمنا عن الامل، يبقى ضروري اتكلم عن وصفي. تروح وترجع بالسلامه يا سامي، سلم على والدك وقول له ان انا اللي هبقى اطمن عليه بنفسي. فضلك على الكل يا سعاده الباشا. استغفر الله استغفر الله، ما تنساش بقى اطمن عليك من اوروبا. ليا الشرف يا سعاده الباشا. الحقيقه كان نفسي اشوف وصفي بيه قبل ما اسافر، لكن الظاهر اني ماليش حظ. وصفي بقاله كام يوم ما شفتهوش، روح له وقول له انه وحشني. يبقى مش هسافر قبل ما اشوفه يا سعاده الباشا. قول له عمك بيقول لك ان اللي حصل منه ده كان لمصلحتك، مش عشان تبعد عنه بالشكل ده، عشان تقرب منه. اي انسان ليه الشرف انه يقرب منك ويعرفك يا سعاده الباشا. انا متشكر قوي لمجاملتك اللطيفه دي، انا سعيد جدا بان ابني من ولادنا يتربى في ارضنا ويوصل ويبقى انسان عظيم بالشكل ده. اتمنى استاهل كلامك ده يا باشا، وان اكون عند حسن ظنك. انت عند حسن ظني من زمان، والدليل على كده ان ببعت معاك رسالة خاصة لأعز انسان عندي، لوصفي. عمري ما هنسى اني اتشرفت بتوصيل الرسالة دي يا سعادة الباشا. الرسالة اللي شرفنا اكتر انك توصل للدكتوراه بعد ما تاخد ماجستير. ها؟ الحقيقة يا باشا انا بشكر الظروف اللي سمحت لي اني اقابل سعادتك النهاردة، اسمع منك الكلام ده عشان تطمني واحس بالثقه بنفسي. اشوف وشك بخير يا باشا. مع السلامه يا ابني، مع السلامه. غريبة يا سامي، في الوقت اللي ممكن أكون محتاجك فيه ألاقيك مسافر. أول مرة في حياتي أشوفك في الحيرة دي يا وصفي، يا ريت نقدر أساعدك. للأسف يا سامي مفيش حد هيقدر يساعدني، مفيش حد هيقدر يحل لي مشكلتي أبدا. وصفي أنت طول عمرك بتحكي اللي جواك للباشا. أيوة، ما هو الباشا ده هو اللي مخليني اهرب من نفسي. حيرتني معاك يا وصفي، يا اخي ده انت بتحل مشاكل الناس. مش قادر احل مشكلتي، انا حاسس اني انسان ضعيف، واحيانا حاسس اني اكون. وصفي انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا سامي اني إن الإنسان دايماً ضعيف قدام مشاكله، أحياناً بيبقى جبان لغاية ما يحل المشاكل دي. إن شاء الله يا وصفي أنا هسافر، ولما أرجع من السفر هتكون لقيت حل لمشكلتك، لأنك فعلاً مش ضعيف. ولا أنا خايف على ما ألاقي حل لمشكلتي أكون قتلت نفسي. تنتحر؟ انتحار من نوع تاني يا سامي. خايف اقتل جوايا قدرتي على مواجهه نفسي. ده مش كلام وصفي اللي اعرفه ابدا، ده كلام انسان غريب عنك وعني. فعلا يا سامي انا دلوقتي انسان غريب، وانا بدور جوايا على نفسي. تاهت مني حاجات كتير، تاه مني حتى وصفي اللي اعرفه من زمان.
للأسف مش لاقيه، مجرد مواجهة غلط خلتني اكتشف حاجات كتير، نسيت عواطفي ومشيت ورا واجبي. الواجب ده إلزام عظيم في حياة الإنسان يا سامي. أيوة بس أي إنسان من غير عواطف ما يبقاش إنسان. أنا العواطف بالنسبة لي مجرد شيء، أما الواجب فهو كل شيء، عشان كده بعمل له ألف حساب. سامي أنا دلوقتي بعيش أصعب حسبة في حياتي. وصل يا صاحبي، كل إنسان فينا في حسبة صعبة في حياته، المهم إنه يوصل للنتائج بسرعة، وإلا الحسبة دي هتتعقد وتبقى صعبة عليه. فعلا يا سلام، لازم يوصل للحل بسرعة وإلا الحسبة هتبقى صعبة. وأنا أكيد أكيد هلاقي حل لأصعب حسبة في حياتي. أكيد يا سامي.